كاسة جديدة مني بها آلاف المهاجرين، وأيضا حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي على الأقل لستة شهور مقبلة. فكابوس الجرائم العابرة للحدود وموجات المهاجرين غير النظاميين دفع ألمانيا تحديدا لإعادة فرض ضوابط مؤقتة على حدودها الغربية والشمالية، خطوة أغضبت جيران ألمانيا طالما بأنها تشمل تطبيق التفتيش على حدودها البرية مع فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ وهولندا والدنمارك. طبعا مشاهدين الهوس الأمني دفع ألمانيا لزيادة الحواجز على الحدود، فالأخيرة موجودة أصلا عند المعابر مع بولندا وجمهورية تشيك والنمسا وسويسرا. توسيع نطاق السيطرة الحدودية مرتبط بشكل أساسي وفق السلطات الألمانية بتهديدات إرهابية عقب تنفيذ لاجئ سوري هجوما في مدينة سولينغ، كما يتناسب مع إجراءات اتخذتها برلين لتجديد موقفها إزاء الهجرة غير النظامية مع نجاح أقصى اليمين بالانتخابات شرقي البلاد. الضوابط الجزئية السابقة مشاهدينا نجحت وفق الداخلية الألمانية في خفض طلبات اللجوء بنحو 21% خلال العام الحالي. الوزارة أكدت سلاسة تنفيذ هذه الضوابط مع محاولة تقليل الإزعاج للركاب والمسافرين أو عرقلة التجارة، لكن هذه التطمينات لم تهدئ من غضب جيرانها. أتحدث عن جيران ألمانيا، فبعض هذه الدول كالنمسا دعت المشاورات عاجلة لاحتواء الأضرار إن كان بالتجارة أو أضرار الاستيعاب لمزيد من طالبي اللجوء.